أشعره وخلاص ما فيش وجع إن شاء الله خالص. والله العظيم شوية جير ما شفتهم في حياتي، شوية جير ما شاء الله، يعني ما شاء الله. مين النقاش الحمار اللي كان شغال هنا قبل؟ مين اللي عامل لك الجير ده؟ الألوان مش عجباني خالص. يا سلام، انت اصلا لو انت شايفه اللي انا شايفه ده هتبقي مبسوطه والله. لو فتحت عينيك وبصيتي في الشاشه هتشوفي خير كتير والله. طب هو انا بعمل كده عشان خاطر مين؟ مش عشان مصلحتك، انا بعمل كده عشان نفسي والله، بعمل كده عشان خاطر مصلحتي. مين في الدنيا هيبقى عايزك تبقي احسن منه غيري؟